نتكلم على الكونفدراليه، طالما استعرضنا الموقف بتاع بطوله الكونفدراليه، خلينا نقول لحضراتكم ماتشات الكونفدراليه الجوله ان شاء الله بتاعت بكره يوم الاحد. دي هيكون فيها طبعا زاناكو الزامبي هيلاعب بيراميدز، ده الماتش اللي هيتلعب بكره، وفي كمان ماتش اوثو ديو الكونغو هيلاعب الاوبن الكاميروني، والاتحاد الليبي هيلاعب اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، والمصري بورسعيدي هيلاعب مازيمبي طبعا من الكونغو، واسك ابيجان اسك ميموزا ساحل العاج هيلاعب نهضه بركان المغرب، وجندر ميري ناشونال النيجر هيلاعب سيمبا التنزاني، واهلي طرابلس من ليبيا هيلاعب الصفاقسي التونسي، وشبيبه الثوره الجزائري هيلاعب رويال لوبراردس الاسواتيني. ده الماتشات اللي هتتلعب يوم الاحد في الكونفدراليه. ومجموعه الكونفدراليه لحد دلوقتي اتلعب جوله واحده، بكره هتلعب الجوله الثانيه. خلينا نقول لحضراتكم المجموعات برده شكلها ايه. المجموعه الاولى اللي فيها بيراميدز متصدر مجموعته بثلاث نقاط، يتساوي في النقاط معاه الصفاقسي التونسي، لكن في المركز الثاني الاهلي الطرابلسي ولا نقطه، معاه زاناكو برده ولا نقطه، ثالث ورابع. المجموعه الثانيه متصدرها اورلاندو بايرتس بثلاث نقاط، والاتحاد ولا نقطه، رويال لوبارس ولا نقطه، شبيبة الثوره ولا نقطه، بس يمكن عشان الاتحاد لسه ما لعبش هو رويال لوبارس، الاثنين دول لسه ما لعبوش. تمام. المجموعه الثالثه مازيمبي متصدرها بثلاث نقاط، المصري البورسعيدي بنقطه في المركز الثاني، القطن الكاميروني بنقطه في المركز الثالث، اوثيو ديو ولا نقطه في المركز الاخير من المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه متصدرها نهضه بركان بثلاث نقاط، وراه سيمبا التنزاني بثلاث نقاط، و جندر امير ناشونالي ولا نقطه في المركز الثالث، واسف موموزا ولا نقطه في المركز الرابع. ده شكل البطولتين طبعا، دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه.